الرئيس السيسي يشيد بالعلاقات مع رواندا ويعرب عن تقدير مصر لتجربتها الرائدة في التنمية. مدبولي يتفقد ترميم مسجد عمرو بن العاص وحدائق الفسطاط، ويؤكد أهمية هذه المشروعات في إعادة إحياء الوجه الحضري للقاهرة التاريخية. زيلينسكي يعتبر أن تلويح موسكو بالسلاح النووي يشجع على حيازته، ودفاع روسيا تؤكد مواصلة الإمداد المتقدم للأسلحة والمعدات. 3:00 مساء في القاهرة، 1:00 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تحت مظلة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، تنطلق العلاقات بين مصر ورواندا لأفاق أرحب بإرادة سياسية جادة وخطوات فاعلة. القاهرة وكيغالي تاريخ من العلاقات المشتركة والروابط عززتها الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، وآخرها زيارة الرئيس الرواندي اليوم للقاهرة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمق وقوة العلاقات الثنائية التي تربط مصر ورواندا، مشيدا بمستوى التنسيق بين البلدين في مختلف القضايا الثنائية. وفي هذا الإطار أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لتجربة رواندا الرائدة في التنمية وانتقالها من مرحلة التحديات والصعاب إلى التنمية والرخاء. نعتز كثيرا بما تتسم به لقاءاتنا من قدر كبير من التفاهم والود واتفاق وجهات النظر حيال العديد من القضايا، ونحرص على تبادل الرؤى تقديرا لدور فخامته الإقليمي والقاري ولما تتسم به رؤيته من عمق والسداد وسداد تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك. وأود في هذا السياق أن أعرب عن تقدير مصر وفخرها بتجربة رواندا الرائدة في التنمية تحت قيادته، والتي انطلقت بالبلاد من مرحلة التحديات والصعاب إلى مرحلة تحقيق رؤية تنموية الطموحة على كافة الأصعدة، كقصة نجاح إفريقية ملهمة والتي ظهرت ثمارها على أرض الواقع خلال الفترة الماضية. كما أشاد الرئيس السيسي بالتقدم المحرز في مختلف أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وما شهدته من خطوات جادة لدفع وتطوير العلاقات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية. وفي هذا السياق أشار الرئيس السيسي إلى اتفاق البلدين على ضرورة البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها في تنمية تلك العلاقات، مشددا على أنه ما زال هناك فرص عديدة للارتقاء والنهوض بها. السيدات والسادة، لقد ناقشنا اليوم التقدم المحرز في مختلف أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية وما شهدته من خطوات جادة لدفع وتطوير العلاقات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتوافقنا على أنه برغم من العديد من الإنجازات التي حققناها في تنمية تلك العلاقات، إلا أنه ما زالت هناك فرص عديدة للارتقاء والنهوض بها. لقد اتفقنا اليوم على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي القائم بالفعل بيننا، وذلك لدفع التعاون الثنائي وتنسيق مواقف البلدين حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما توافقنا على ضرورة الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، والذي نما بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا، واتفقنا على ضرورة استغلال ما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص هائلة للتعاون ودفع الشراكات الاقتصادية سواء الرسمية أو من خلال القطاع الخاص بين البلدين.
وفيما يتعلق بتطورات ملف سد النهضة، جدد رئيس السيسي التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض. كما شدد الرئيس أيضا على رفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بقدرات الشعوب. فقد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة، وأعدت التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، لا سيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية. وأكدت كذلك على ضرورة توصل اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. وعلى صعيد قضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية، بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب، استعرض رئيس السيسي في هذا الصدد الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى إنشاء مصر مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب. كما أشار رئيس السيسي إلى أن المباحثات تناولت التعاون المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي وكذلك تجمع الكوميسا الذي ترأسه مصر حاليا. تناولت المباحثات بيننا قضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية، بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب، والتي تشكل تحديا حقيقيا لعملية التنمية في إفريقيا. واستعرضت في هذا الصدد الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، كما نوهت إلى قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، مشيدا في المقابل بالجهود الرواندية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا. وقد تبادلنا كذلك وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإفريقية المطروحة على الساحة، ولقد تناولت كذلك خلال مباحثاتي مع رئيس كاجامي تعاوننا وتنسيقنا المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي وكذلك تجمع الكوميسا الذي ترأسه مصر حاليا، وتوافقنا على أهمية الإسراع بإنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتفعيلها. وفيما يتصل باستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر القادم، أكد رئيس السيسي حرص مصر على تعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول القارة الإفريقية في هذا المجال. كما شدد الرئيس السيسي على تطلع مصر لأن يسفر المؤتمر عن نتائج تنفيذية ملموسة تحقق نقلة مهمة في مجال العمل الدولي المشترك حيال المناخ. فيما يتصل باستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022، فقد أكدت حرص مصر على التعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول قارتنا الإفريقية في هذا المجال، وعزمنا أن يسفر المؤتمر عن نتائج تنفيذية ملموسة تحقق نقلة مهمة في مجال العمل الدولي المشترك حيال المناخ. من جانبه أعرب الرئيس الرواندي بول كاجامي عن تطلعي بلاده لمواصلة تعميق شراكتها مع مصر في مختلف المجالات، مشيدا بالمباحثات التي عقدت بين الجانبين. كما أكد رئيس الرواندي أن جائحة كورونا أظهرت أهمية الترابط والعمل الجماعي أكثر من ذي قبل. السيد الرئيس وأنا قد عقدنا محادثات مثمرة للغاية، وأتطلع إلى مواصلة تعميق شراكتنا. الاتفاقات التي وقعت اليوم تستند إلى العلاقات طويلة الأمد بين مصر ورواندا، والاستفادة والتبادل المستفيد فيما بيننا في العديد من المجالات. إن جائحة كورونا فيروس ذكرتنا بأهمية الترابط أكثر من ذي قبل، وأنه لا يوجد بلد يمكن أن يتعامل مع أزمة عالمية بمفرده.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد مباحثات منفردة مع نظير الرواندي بول كاغامي، عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين بقصر الاتحادية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال المباحثات حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع رواندا في شتى المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري. كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لرواندا، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها خبرة وخبرة عريقة فيما هذه المجالات. من جانبه أعرب كاغامي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكدا حرص رواندا على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، فضلا عن اهتمام بلاده بتعظيم الدعم الفني الذي تقدمه مصر للكوادر الرواندية في مجالات بناء القدرات. كما أشاد الرئيس الرواندي بالدور المحوري الذي تطلع به مصر إقليميا على صعيد صون السلم والأمن، مشيدا في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى وشرق إفريقيا وحوض النيل، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لحل القضايا العالقة. كما تطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بقضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية. وقد أكد الرئيس في هذا الصدد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. وعقب جلسة المباحثات، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرواندي بول كاغامي مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم. تهدف مذكرات التفاهم للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل نظيره الرواندي بول كاغامي في قصر الاتحادية، وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الوطني للبلدين، ثم استعراض الرئيسان حرس الشرف. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. بعد التحية، يعني زيارة هامة جدا، من رأيك صف لنا تبعات وحول هذه القضية أو الزيارة الرسمية. طبعا الزيارة بتأتي في وقت دقيق ومهم جدا، احنا عارفين أن العالم كله بيشهد تحولات كبيرة وصراعات وغيره. مصر على مدى السنوات الأخيرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة بتركز على إحياء ودعم وتواضع التشابك والشراكة والتعاون مع دائرتها الأفريقية الاستراتيجية. والحقيقة زيارة الرئيس الرواندي، رواندا لديها تجربة مهمة، يمكن الرئيس أشار في المؤتمر الصحفي إلى هذا الأمر، تجربة ملهمة وتجربة مهمة من تحديات كبيرة إلى سياق تنموي مهم. مصر لديها نفس التجربة في سياق برضو بناء القدرات وبناء التنمية والتنمية. ففكرة الشراكة والتعاون، أولا مصر بتدفع نحو بناء علاقات تنموية وعلاقات شراكة تجارية واقتصادية مع الدول الأفريقية، مع الاتحاد الأفريقي، إحياء الاتحاد الأفريقي، منطقة التجارة الحرة. فالزيارة بتأتي في وقت مهم، وبتأتي في وقت أعتقد كان في أكتر من يعني مجموعة من مذكرات التفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي، في مجال الشباب، في مجال الرياضة، تكنولوجيا المعلومات، ودي شيء مهم جدا في السياق الإطاري. فكل ده الحقيقة أنه دي في سياق تحركات مصر. رئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى العربي والأفريقي تحركاته خلال الفترة الأخيرة، لأنه أفريقيا لديها الحقيقة إمكانيات كبيرة، لكنها تحتاج إلى تنظيم هذا الأمر في سياق بناء التنمية وبناء القدرات، وده هيبقى شيء مهم جدا. وزي ما احنا قلنا انه رواندا لديها تجربة في غاية الأهمية في هذا الأمر،
بلدين لديهم طموحات مهمة، لديهم طموحات في البناء في التنمية، كمان التباحث فيما يتعلق بالعلاقات الأفريقية بالفعل. العلاقات الإقليمية، بناء سياقات مختلفة في التعامل مع قضايا زي الإرهاب أو قضايا زي غيره، التفاهم في قضية سد النهضة والقضايا المختلفة السياسية القائمة وأهمية التوصل إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بملء وتشغيل السد. يعني مصر بتلعب دور مهم جدا وبتدفع نحو هذا الأمر، وحتى إطارة فكرة استضافة مصر للنسخة 27 من قمة المناخ في هذا السياق، مهم جدا أنه يبقى في حشد لهذا الأمر. وأظن أنه رواندا ومصر كلاهما مهموم بهذا الأمر، وأنه لأول مرة في دولة أفريقية من الدول الأفريقية ترفع صوتها. في النسخة 26 كان كلام مهم أن تلتزم الدول الصناعية بسداد ما عليها، ممكن يبقى في توصيات متوازنة جدا في النسخة الجاية، والدول الأفريقية بحاجة إلى تنمية قدراتها في التعامل مع التغير المناخي اللي يؤدي إلى مشكلات اقتصادية ومشكلات في الزراعة وفي الطقس وفي المناخ وفي كثير من التفاصيل. يعني بالفعل كانت هناك إشادة أيضا من الرئيس الرواندي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر مؤخرا، وأيضا كان هناك تطرق للعديد من القضايا، وطبعا يشهد الفترة الأخيرة اهتمام كبير باستضافة رؤساء من القارة الإفريقية. يعني ما دلالات ذلك؟ دلالاته مصر دائرتها الأفريقية، الرئيس عبد الفتاح أحيا ودعم الدائرة الأفريقية. احنا عارفين أن دوائر مصر الدائرة العربية الدائرة الإسلامية الدائرة الأفريقية والحياة الدائرة الأفريقية الدائرة المتوسطية وجدوا اهتمام ومتابعة ودعم كبير في ظل يعني في توجه الدولة المصرية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه مصر من موقعها الجغرافي بتمثل جسر مهم جدا بين أفريقيا وأوروبا من ناحية، وفي نفس الوقت مصر بتدفع إلى أنه الشراكة والتعاون، وأنه مصر يبقى فيه شراكة وتعاون تنتج مصالح تدعم المصالح المشتركة وتواجه التحديات المشتركة، لأنه أفريقيا لديها مواد خام، لديها إمكانيات اقتصادية مهمة لكنها غير مستغلة بالشكل الأمثل، وبالتالي فمصر بتدفع في هذا الأمر. وأظن أنه في سياقات زي ما احنا بنقول التحولات اللي في العالم بتثبت أهمية أن قارة أفريقيا تستطيع من خلال تفاهمات وتطوير للسوق المشتركة للتكامل الاقتصادي أنها تكون قادرة على إقامة اكتفاء ذاتي في ظل أزمات متتالية للغذاء والوقود والطاقة وغيره. فده كل دي قضايا مهمة، ومصر بتقوي دائرتها الاستراتيجية الأفريقية لأنها دائرة مهمة وبتقوم بجسر مع أوروبا. وأظن أن مصر كمان استطاعت خلال السنوات اللي فاتت أنها تقيم مجموعة من القمم مع أوروبا ومع أفريقيا، أوروبا أفريقيا الصين أفريقيا اليابان أفريقيا روسيا، كل دي طبعا بتدفع نحو أهمية قدرة إن أفريقيا تمتلك القدرة والتكامل الاقتصادي على صناعة اكتفاء ذاتي واستغلال ثرواتها وموادها الخام. بالفعل يعني كانت هناك أيضا إشادة من الرئيس السيسي بتجربة رواندا الرائدة في التنمية وانتقالها إلى مرحلة التنمية والرخاء. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف. وتكتسب العلاقات بين مصر ورواندا أهمية خاصة بقيادة موقعهما الجغرافي في القارة السمراء، كما يجمعهما حوض النيل. مصالح مشتركة ومنافع متبادلة تجمع البلدين باعتبار مصر ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، كما تعد رواندا معبرا تجاريا ونقطة للتواصل مع الدول المجاورة لها. روابط متينة وعلاقات تاريخية تربط مصر ورواندا على كافة الأصعدة والمستويات والمجالات. روابط وعلاقات بين القاهرة وكيغالي تعكس رغبة سياسية حقيقية في توسيع التعاون والتنسيق بما يلبي التطلعات والآمال. تعود بداية العلاقات الرسمية بين البلدين إلى منتصف سبعينيات القرن الماضي، وتحديداً في عام 1976 عندما اعترفت مصر باستقلال رواندا، وكانت القاهرة من أوائل الدول التي افتتحت سفارة لها في كيغالي. علاقات سياسية تنطلق من حرص مصري على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، وقد استضافت القاهرة في هذا الإطار قمة البحيرات العظمى، وذلك في نوفمبر من عام 1995،
وهي القمة التي مهدت الطريق لإقرار المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار وإنهاء الحروب الأهلية في هذه المنطقة الحيوية من القارة السمراء. ولأن أفريقيا باتت في صدارة أولويات القيادة السياسية، فقد قام الرئيس السيسي بزيارة رواندا في يوليو من عام 2016 للمشاركة في القمة الأفريقية 27 بكيغالي، وكان الرئيس السيسي بهذه الزيارة أول زعيم مصري يزور رواندا. ولم يكتف الرئيس السيسي بتلك الزيارة، بل قام بزيارة ثانية لرواندا في أغسطس من عام 2017، حيث استقبله الرئيس بول كاغامي، وبحث الجانبان خلالها العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما يأتي قرار البلدين بعودة فتح سفارتهما دليلاً بليغاً على حرصهما على مداومة التنسيق المشترك ودعم وتعزيز العلاقات الثنائية. في المقابل، زار رئيس رواندا القاهرة في أبريل من عام 2017 فضلاً عن مشاركة وفود رواندية رفيعة المستوى في العديد من المؤتمرات التي نظمتها مصر. وتشارك رواندا فيما بين 55 إلى 70 دورة تدريبية تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية في مجالات عدة، وهو الأمر الذي يعزز التعاون والتكامل بين البلدين. خطوات حثيثة تخطو بها مصر في السنوات الأخيرة لتعميق الروابط بينها وبين أشقائها الأفارقة، الظهير الطبيعي والاستراتيجي لمصر، لا سيما دولة رواندا. فعلى صعيد اقتصادي تم الاتفاق على العديد من بروتوكولات التعاون، كما زادت الصادرات إلى رواندا، خصوصا بعد أن خفضت الرسوم الجمركية بنسبة 100%، لتلقى منتجات مصر رواجا غير مسبوق هناك. للمزيد نتابع التقرير التالي. علاقات اقتصادية متميزة تجمع بين مصر ورواندا، خاصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، الذي حرص على تعزيز العلاقات المصرية ليس مع رواندا فقط، ولكن مع كافة الدول الإفريقية. رواندا تعد من الدول التي طبقت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 100%، وتشهد المنتجات المصرية رواجاً متزايداً بالسوق الرواندية، كالمنتجات الجلدية والأثاث، خاصة في ظل إقامة معارض المنتجات المصنوعة في مصر في السوق الرواندية. قيمة الصادرات المصرية لرواندا بلغت عام 2015 64 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات الرواندية لمصر 2014 نحو 30 مليون دولار. ويتم العمل نحو توسيع وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتتركز أهم صادرات رواندا لمصر في منتجات الشاي والقهوة والأناناس. حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا بلغ 23.4 مليون دولار 2018 مقابل 16.93 مليون دولار 2017، ذلك وفقاً لتقرير إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهة هذا التمثيل التجاري. في عام 2017 شهدت سوق الإنشاءات والعقارات في رواندا دخول 9 شركات مصرية انضمت للسوق تحت مظلة جمعية التجارة بين رواندا ومصر بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرواندا، والتي تقدم حلولاً ومشروعات في مجال العقارات والإنشاءات وتوفير مواد البناء بأسعار مناسبة للسوق الرواندي. كما تتعاون مصر ورواندا في مجال الري مستفيدين بخبرتهما، حيث حرصت مصر دائماً على المشاركة الفعالة في كافة مشروعات الري وتوليد القوى وحماية نهر النيل وتطهيره بدول حوض النيل من خلال تقديم الخبرة الفنية والمعونة المادية. تجمع البلدان العديد من الاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم لتؤكد مصر قوتها وريادتها في دعم الدول الإفريقية وتعزيز التعاون معها في شتى المجالات. عاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى القاهرة عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي. كانت مشاركة رئيس مجلس النواب قد شهدت نشاطا مكثفا، حيث ألقى كلمة حول موضوع النقاش العام للجمعية، تناول فيها الرؤية المصرية ومجهودات الدولة في مكافحة تغير المناخ على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل بلورة جهد قانوني ودولي منظم وعادل لمواجهة تلك الظاهرة السلبية.
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتكثيف العمل في مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، وذلك لإحداث التطوير المخطط تنفيذه بما يخدم رواد هذه المنطقة وتحقيق طفرة نوعية ملموسة، باعتبار أن هذا الموقع هو المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط. جاء ذلك خلال تفقده أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص وتطوير ساحته والمنطقة المحيطة له، حيث استهل رئيس الوزراء جولته التفقدية بالإشارة إلى أن هذه الجولة تأتي استكمالا لسلسلة الجولات الميدانية التي تستهدف متابعة سير العمل بهذه المشروعات الحضرية على أرض الواقع. وخلال الجولة أكد مدبولي أن لهذا الموقع أهمية استراتيجية كبيرة لتوسطه بين منطقة مجمع الأديان، ونظرا لما يحظى به هذا الصرح الكبير من مكانة تاريخية في نفوس المصريين، مشددا على أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتم مراعاة التصميم الحضري ذو الطابع المعماري العريق. عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب انتهاء زيارة رسمية لدولة قطر لحضور فعالية معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديم داكس 2022 برعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المتخصصين. هذا وقام الفريق أسامة عسكر بتفقد أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث المنظومات العالمية في مجال الأمن والدفاع البحري، والمشاركة في الافتتاح الرسمي لمؤتمر قادة البحيرات بالشرق الأوسط، مؤكدا أن المعرض يحظى بالتقدير من كافة الدول والشركات المشاركة، كما يعد فرصة للجميع للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الصناعات العالمية. يعد المعرض أحد المعارض الدولية المتخصصة في مجال الأمن والدفاع، وواحد من الأحداث الرئيسية على أجندة الدفاع والأمن البحري العالمي، كما يضم العديد من العروض والابتكارات الأمنية والدفاعية المتنوعة للعديد من الدول المشاركة. وعلى هامش فعاليات المعرض التقى الفريق أسامة عسكر الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، كما التقى الفريق أسامة عسكر نظيره الفريق ركن طيار سالم بن حمد العقيل رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. تناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بزيارة أكاديمية الخدمة الوطنية، وأشاد بما لمسه من أسلوب علمي راق في إعداد وتأهيل المقاتل القطري. كذلك قام الفريق أسامة عسكر بزيارة للكلية الجوية بقطر، وتفقد عددا من الأسراب الجوية، وأعرب خلال الزيارة عن مدى تقديره لإمكانات وقدرات القوات الجوية القطرية. تأتي تلك المشاركة في ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير في كافة قطاعات الصناعات العسكرية. مرحبا بكم مجددا في نشرة الثالثة. كثفت الدولة جهودها لنشر منافذ بيع كافة السلع بكميات وفيرة وأسعار مخفضة في متناول المواطن. يأتي ذلك في إطار حزمة للإجراءات اتخذتها الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على جميع الدول. الاسعار بره مش زي هنا خالص. اللحمه بره عامله 150، جيت هنا الجمعيه لقيتها عامله عرض، هي اللحمه ب 95. الاسعار حلوه وكل حاجه موجوده هنا بالكامل. السكر ب 10.5، الرز ب 9، وده منفذ يعني يعتبر رحمه للناس كلها. في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات،
وبعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية اتخذت الدولة المصرية عدة خطوات استباقية لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. أتواجد في منفذ بيع وزارة الزراعة، وبصراحة منتجات جميلة جدا متنوعة قوي وأسعارها أفضل بكتير بكتير من برة، يعني بصراحة يعني أسعارها لا تقارن بره، بسواء الزيت والسمن وحاجات متوفرة جدا ونظيفة قوي قوي. الموضوع طبعا كويس قوي، لأن فعلا مقارنة الأسعار هنا بأسعار بره الكواليتي حلو والأسعار كويسة، أسعار أرخص من بره فعلا. إحنا هنا عند منتجات وزارة الزراعة بصراحة الحاجة حلوة جدا وأسعارها جميلة، كل حاجة موجودة ومنتجات رمضان موجودة كلها بأسعار تحفة. ده مبادرة ممتازة جدا وفعلا لها مفعول قوي، الرئيس مع الشعب والرئيس قال الحاجة الغالية وخروا عنها ما تشتروهاش. بصراحة بيعملوا حاجات حلوة وأسعارها جميلة جدا وكل الحاجات موجودة وبأسعار حلوة أحسن من برة الصراحة. بدري كلنا واحد جميلة جدا، بحيث ان احنا اول حاجة الرز بره ب15 هو هنا ب10، السكر بره ب15 هو هنا ب10، فرق كبير لما انا اجيب 2 كيلو سكر او كيلو رز وكيلو سكر اوفر 10 جنيه، انا شارية الصلصة دي امبارح ب25 هنا ب20 5 جنيه برضو، فما يبقى في 5 جنيه في كل منتج دي حاجة كويسة. المبادرة بصراحة كل حاجة انا لقيتها بالسعر غير اللي انا شفته خالص، الحاجة كويسة جدا والسلعة يعني السلع كلها في متناول ايد كل الناس وارخص من مكانه الاول. والله المبادره دي زي الفل وربنا يبارك لكم ويبارك للناس المسؤولين، بصراحه مش رياء، التجار اهو جنب بيتكم بيبيعوا المكرونه، شوف هنا بكام، هم بيبيعوها ب 14 جنيه عندنا هنا. جبت المدام بتاعتي وجيت خدنا مستلزماتنا من هنا، اوفر وارخص من بره بكتير، وده منفذ يعني يعتبر رحمه للناس كلها. الاسعار بره وحشه جدا طبعا، فلقيت لا الاسعار جميله قوي بصراحه. مبادره كلنا واحد، بنشكر الرئيس طبعا، بس استاذن بس لو في مراقبه على الاسعار اللي بره، يعني السكر هنا ب10.5، انا جايباه امبارح بكام، ب14 جنيه، طبق البيت ب53 انا جايباه ب64 جنيه، لا عايزين حد يراقب الاسعار اللي بره. وزاره التموين يعني في حاجات منزلها الحمد لله هي احسن من بره، لان في حاجات بره طبعا في الفتره اللي فاتت دي الاسعار كانت عاليه يعني. وزاره التموين كل حاجه هنا لاجينها موفره، بره مش موفره ومغلين الحاجه. سمعت اللحمه بره عامله 150، جيت هنا الجمعيه لقيتها عامله عرض، هي اللحمه ب95 ونفس اللحمه ونفس جودتها. فعلا نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان هو متابعنا. المجمع ما شاء الله مليان بخيرات ربنا والحاجه كلها كتير، الاسعار كويسه، ان كان اللحمه برده السكر الزيت الدقيق واللحمه ما شاء الله برده كويسه وسعرها كويس، الاسعار كويسه احسن من بره. ودي الجمعيات دي يعني رمانه الميزان في البلد، لان عمليه وجود الحاجه موجوده في الجمعيه بيخفف على الناس كتير جدا. عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الرواندي بول كاغامي بقصر الاتحادية، وعقد الرئيس السيسي مباحثات منفردة مع نظيره الرواندي عقبتها مباحثات موسعة بين وفد البلدين بقصر الاتحادية. وعقب توقيع عدد من مذكرات التفاهم، أكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي عمق وقوة العلاقات الثنائية التي تربط مصر ورواندا، مشيدا بمستوى التنسيق بين البلدين في مختلف القضايا الثنائية. The
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الرئيس بول كاغامي في بلده الثاني مصر، معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والحرص على ترسيخ التعاون المشترك بينهما في شتى المجالات. وقد شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا شددا خلاله على المواقف المتطابقة للبلدين إزاء العديد من القضايا السياسية والأمنية التي تهم الدولتين وتشغل القارة في الوقت الراهن. اعتبر الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يشجع على حيازة هذا النوع من الأسلحة. وفي هذا الإطار أكد زيلينسكي خلال أو حاجة كل طرف لحماية نفسه بالطريقة التي تناسبه وبرد فعل يتسق مع ما يتعرض له من الطرف الآخر. من ناحية أخرى دعا الرئيس الأوكراني الدول المنتجة للطاقة إلى زيادة الإنتاج حتى لا تتمكن موسكو من استغلال حاجة الدول الأخرى لثرواتها من النفط والغاز. قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إن بلاده تلقت تعهدات أمنية إضافية من الولايات المتحدة بخصوص تطوير التعاون الدفاعي. أضاف كوليبا أن كييف تلقت وعودا إضافية من الولايات المتحدة بشأن تعزيز التعاون الدفاعي في إطار التنسيق المستمر والمتواصل لدعم القدرات الأوكرانية على الأرض. عقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اجتماع عمل بشأن تنفيذ برنامج أوامر الدفاع الحكومية والوفاء بالالتزامات الاجتماعية للعسكريين التابعين للقوات المسلحة. جاء ذلك في كلمة أمام اجتماع مخصص لبحث الالتزامات الاجتماعية تجاه العسكريين الروس بعد تقارير إعلامية غربية تساءلت عن اختفائه خلال الفترة الماضية، حيث أوضح شويغو أن بلاده تواصل الإمداد المتقدم للأسلحة والمعدات تتمثل أولوياتها في الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة ومعدات الطيران، فضلا عن الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يسعى لإجراء المزيد من المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غضون اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة بشأن الوضع في أوكرانيا ومبادرة لمساعدة السكان على مغادرة مدينة ماريوبول المحاصرة. أوضح ماكرون أنه ناقش مع رئيس بلدية ماريوبول الوضع في المدينة، مشيرا إلى وجود تنسيق للجهود من أجل إقناع روسيا بالسماح بإجلاء المدنيين. قال ألكسندر بافيلوك حاكم منطقة كييف اليوم إن القوات الروسية سيطرت على بلدة سلافوفيتش التي يقوم بها العاملون في محطة تشيرنوبل النووية المعطلة. وذكر أيضا أن القوات الروسية احتلت مستشفى سلافوفيتش وخطفت رئيس البلدة. وكانت أوكرانيا قد ذكرت أن قواتها صدت أول هجوم للقوات الروسية الزاحفة على البلدة. Russian military.
وعلى الصعيد المحلي تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتابعة لرئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية مع عدد كبير من شكاوى واستغاثات المواطنين، ونجحت المنظومة في الاستجابة لها من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات في مختلف الأجهزة والجهات الحكومية. أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طارق الرفاعي إلى أنه تم تلقي ورصد عدد كبير من شكاوى المواطنين والعمل على سرعة التعامل والتجاوب معها، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف المعاناة عن المواطنين وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 625 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الرصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة، لافتا إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 8 حالات جديدة. وأوضحت وزارة الصحة أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 615 متعافيا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى 434,506 متعافين. استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج تقريرا عن الأنشطة المنفذة لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة المصرية، حيث أطلقت الوزارة برامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تشمل الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى 3 أفرع لجامعة الأزهر والجامعة المصرية الروسية. تهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعي المجتمعي لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين. هذا وقد توفي اليوم نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب رجاء يعطية عن عمر ناهز 84 عاما. يعد رجاء يعطية من أبرز رجال القانون في مصر والوطن العربي. تواصل قافلة وصل الخير انطلاقها في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم المساعدات الغذائية للفئة الأكثر احتياجا من أهالينا. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. النهارده علشان بنطلق قافلة وصل الخير عبارة عن مليون كرتونة رمضان هنوزعها على أهالينا في كل محافظات الجمهورية المستحقين والأكثر احتياجا عن طريق عناصر الرصد الميداني بكل المحافظات. قدرنا نتابع ونرصد كل الأسر الأكثر احتياجا وكل المواطنين المحتاجين. العناصر بتوعنا موجودين في كل مكان في مصر. طبعا احنا عندنا قاعدة متواجدة على الأرض من لحظة بداية المؤسسة، زملائنا موجودين في كل حتة ميدانيا في كل المحافظات، وده طبعا بيكون بالتعاون مع الجهات التنفيذية المتواجدة في جميع المحافظات، وبيتم التنسيق معاهم برضو في لو حدث أي مشكلة. نتوجه إلى القرى والنجوع بناء على البيانات المتواجدة في القرى ونتوجه ليهم مباشرة، ونقدر إن احنا نوزعها مباشرة. وطبعا ده أي مواطن متواجد سواء في الصعيد أو أهالينا اللي موجودين في المحافظات. في عندنا شركاء من كل مراكز وقرى ومحافظات
التابعة للمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية إن شاء الله هيبدأ تنفيذها في مبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة. إحنا كمان بنستهدف إن إحنا نكون الدور القيادي أو الدور الفاعل الأساسي اللي بيشد معاه باقي جمعيات العمل المدني. مؤسسة حياة كريمة ما يميزها أي عمل تطوعي بيتم على الأرض بنلاقي طبعا جميع الشباب متواجدة ومتكاتفة عشان نقدر إن إحنا نوصل حاجة المستحقة. مبادرة سيادة الرئيس مبادرة حياة كريمة اللي بيتم تقسيمها لثلاث مراحل، احنا بنستهدف نوصل ل 57 مليون مواطن مصري هم سكان القرى والمراكز الأكثر احتياجا. مؤسسة حياة كريمة من المؤسسات كمان اللي دلوقتي يعني دوليا لها مكان عالية، وانا اتوقع ان شاء الله في على مدار المدى القريب ان احنا نبقى من افضل المبادرات اللي موجودة في العالم كله، ولان احنا بنحقق اهم اهداف التنمية المستدامة على الارض. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، حيث تم ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 139 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 228 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 68 طن سلع غذائية مختلفة، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 14 طن سلعة مدعمة، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 66 طنا، وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 40 طن أسمنت و16 طن حديد تسليح. وفي ختام النشرة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يشيد بالعلاقات مع رواندا ويعرب عن تقدير مصر لتجربتها الرائدة في التنمية. مدبولي يتفقد ترميم مسجد عمرو بن العاص وحدائق الفسطاط ويؤكد أهمية هذه المشروعات في إعادة إحياء الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية. زيلينسكي يعتبر أن تلويح موسكو بالسلاح النووي يشجع على حيازته، والدفاع الروسي تؤكد مواصلة الإمداد المتقدم للأسلحة والمعدات. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.